Aujourd'hui, on va continuer la leçon, les prépositions avec les pays. احنا النهارده هنكمل الدرس اللي احنا كنا شرحناه المره اللي فاتت اللي هو حروف الجر اللي بتيجي مع الدول والاماكن. اول حاجه البريبوزيسيون اون، حرف الجر اون في افيك لي كونتينو بيجي مع القارات اللي هي اون افريك، اون اوروب، اون اسي، اون استرالي، اون امريكا، في امريكا. بعد كده او البريبوزيسيون اون في افيك لي بيي ماسكولان بيجي مع الدول الماسكولان زي ما نقول او السودان، او ليبون، او ماروك، وبيجي مع ثلاث مدن بس عشان هم بيبقوا ماسكولان برضه مذكر، او كاغ، او فيوم، او سيناي. بعد كده لا بريبوزيسيون اون، حرف الجر اون اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الاول اللي بيجي مع الكونتينو اللي هي القارات، بيجي برضه مع البيي في المنا مع الدول المؤنث زي ما اقول اون اسبانيا، اون ايطالي، اون فرانس، اون الجيري. بعد كده لا بريبوزيسيون ا، حرف الجر ا ممكن يجي مع الجزر زي ما اقول ا شيبر، ا مالطا، ا مالديف. وبعد كده لا بريبوزيسيون دون، دون يعني في، بيجي مع الاماكن زي ما اقول دون لو كاد، او زي ما اقول دون لا كلاس، دون لي زامريك، او دون مع حرف الجر الاصرف اللي بيجي بعد فويل. ودلوقتي هنحل الاكسرسيس مع بعض. كومبليت افيك ا، اون، دون، او، او لي بريبوزيسيون. اول جمله بيقول لي جو في نوات لوكسور اون افيون. هنشوف دلوقتي كلمه لوكسور هي فيل، مدينه، واحنا قلنا المدن بيجي معاها لا بريبوزيسيون ا. يبقى الاجابه ا. تاني جمله جابيت نوات معادي. كلمة معادي، المعادي هي فيل برضو، مدينة، هتاخد برضو لا بريبوزيسيون ا. نمرو 3 ليجيبت اي نقط افريك، مصر بتكون نقط افريقيا، مصر هتكون كلمة افريقيا هي كونتينو قارة، هيبقى الإجابة الصح لا بريبوزيسيون اون افريك. نمرو 4 ليز اليف سون نقط لا كلاس، واحنا قلنا لما بيبقى جاي بعدها ارتيكل ديفيني لا، لازم البروبوزيسيون اللي قبلها هيبقى دون، دون لا كلاس في الفصل. بعد كده لا سانكيام فراز، الجمله رقم 5 جو في نقط الكسندري. كلمه الكسندري طبعا فيل، مدينه، هتاخد لا بريبوزيسيون ا، حرف الجر ا. نمرو 6 ال في نقط لو دلتا، كلمة لو كده دي ارتيكل ديفيني، هتخلي اللي قبلها حرف الجر دون، هتبقى دون لو دلتا. بعد كده لا فراز نمرو 7، الجملة رقم 7 il fait froid نقط سويس، كلمة سويس هي فيل، مدينة، فهتبقى هتاخد لا بريبوزيسيون ا سويس. بعد كده نمرو 8 رقم 8 مونا بار نقط باريس، وباري طبعا مدينة برضه، تاخد لا بريبوزيسيون ا باريس. نمرو 9 لو موزي ايجيبسيان اي نقط كير، كير مدينة، يعني المفروض هتاخد الا، بس هنا احنا قلنا واحنا بنشرح قبل كده قلنا ان كير من المدن اللي هي المسكونة اللي هتاخد او، فالاجابة الصح هتبقى او كير، عشان كير مدينة مسكونة مذكر. واخر جملة نمرو 10 ليزيليف سون نقط كلاس، ليزيليف بيكونوا نقط الفصل، هتبقى سونت اون كلاس، اون كلاس هيكونوا في الفصل. وبكده احنا خلصنا الاكسرسيس بتاعنا والبريبوزيسيون افيك لي بيي.